وهذه خلطات، انت حط الكوردات تبعك واسمع، شكل في هذه الفويسينج وشوف وش يطلع لك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزاير. في المقطع اليوم أبغى أتكلم عن الكورد تراك بطريقة مباشرة سهلة بسيطة، لأن يمكن إحنا نعرف أن الكورد تراك نعم قديم في كيوبيس، لكن في كيوبيس 13 برو هم أعادوا تنظيمه والديزايننج حقه، فيمكن البعض عنده بعض الاختلافات والتغيرات اللي يحتاج أنه يشوفها، وتحديث على الكورد تراك والأشياء اللي ممكن أنت تسويها. أنا راح يعني أخذ الموضوع بشكل سهل، وعندي جملة لحنية راح أطبق عليها الأفكار. فبنصمم الكوردات ونشوف كيف نحفظها، وبرضو بنشوف كيف نوضحها على اللحن حقنا وكيف نتعامل معها بالطرق المختلفة. أولا مثل ما احنا نعرف ان الكورد تراك هنا بتحصله تحت، وهذا الشكل الجديد. طبعا انت يمكن تفتحه وما تشوفه بهذا الشكل، يمكن تشوفه يعني بعدد أقل عدد أكثر من هذه النوتات، ولكني أنا ماخذ الموضوع جدا سهل. إنه لاحظ عدد النوتات يعني مثل أوكتاف كامل، هنا من السي إلى البي، وهنا النوتات السوداء اللي فوق علشان نسهل الأمور. وبرضو أنا ما استخدمت هنا أي شيء، إنما سويت هذا. هذا الكلام أنا راح أوريك إياه خطوة خطوة، وعلشان أنت تبنيها وتسويها بنفسك. أول شيء قبل لا أبدأ راح نعمل لهم select all ونقول لهم delete. وين تحصل التشكيلة هذه وكيف تقدر تسويها؟ بتجي إلى هذه علامة الجير وبتلاحظ هنا الأشياء. أنت تبغى الشكل حقها keyboard أو grid، يعني هذا الشكل أو هذاك الشكل. طبعا غالبا واللي مشتهر في الكورد تراك أنه يستخدم بهذه الطريقة، طريقة الكيبورد. عدد النوتات اللي أنت تبغاها 12 وهم الأكتاف، فأنت كل ما رحت زيادة، يعني لو رحت 24 بيفتح لك أكتافين، فخلينا الآن نفتحهم نشوف أقصى عدد ممكن 37. لاحظ، فهذا الحد الأقصى، ما أعتقد أنت بتستخدم العدد هذا كله. عموما خلينا نختار select all ونقول لهم remove، يمكن عشان ننظف الأمور حقنا. وهنا نكتب 12، والنوتة اللي تبدأ الC. لاحظ هو عنده أنك تبدأ من السي أو تبدأ من A أو تبدأ من الE. وهنا أنا أبغى أعطيك معلومة، أنك تبدأ من السي على نفس هذا السلم اللي غالبا إحنا بنشرح عليه هو سلم السي ميجر، معناته مقام العجم. أنك تبدأ من الA معناته الA ماينر، أو معناته النهاوند. أنك تبدأ من الA معناته مقام الكورد. هذه معلومة أخذها هدية. عموما أنت غالبا بتستخدم السي، يعني عن اللخبطة فخلينا نستخدم السي، والأشياء هذه كلها ما نبغاها. الآن هنا لما تجي في عندك أكثر من طريقة أنك أنت تضيف الكوردات. إحنا عارفين كوردات سلم السي ميجر، فخلاص بنضيفها إحنا بنفسنا. الطرق اللي أنت تبغى تضيفها بها أنك تضغط دبل كليك وتقول له عادي، هذه يعني طريقة قديمة سي ميجر، وهنا تجي برضو تضغط دبل كليك وتقول له دي ماينر، وهكذا لغاية ما تكملهم كلهم. هذه طريقة. الطريقة الثانية أنك أنت تجي تقول له assign from midi input، يعني تفعل هذه. وطبعا المفروض أنت تجي هنا وتحدد الانبوت حقنا، بيكون أنك تخلي all midi input أفضل إليك. نقول له أوكي. الحالة هذه الكورد اللي تضغط في الكيبورد هو اللي بيكون عندك. أنا الآن بضغط من درجة C3 تفعل هذا، والآن لاحظ الباوندري هذا الأحمر، معناته أن أنت الآن تقدر تحط الكورد حقك في هذه. فأنا بضغط C major من درجة C3، لاحظ طلع واضح عندنا. فالآن لاحظ حتى هو حطه بثلاث درجات، وهكذا تروح لهذا ولا تختار بالشكل هذا. يعني انت شوف الطريقة اللي تحب تستخدمها، وهذه وطبعا هنا هذا الدم.
أول شيء أنت ملاحظ أن الموضوع كله 3 درجات، ويمكن أنت شفت في المقاطع اللي قبل أن الكورد تراك ما قاعد يتعامل فقط في 3 درجات، يعني قاعد يحط 4 درجات، يحط 5 درجات وهكذا. أنت ابدأ بهذه الطريقة أو اختار اللي يسموه الفويسينج. يعني أنا الآن اخترتهم بطريقة جدا كلاسيكية زي ما شفت في تطبيقي، تقدر أنت تختار بطريقة ثانية، الأمر يرجع إليك، التشكيلات أنت سويها زي ما تبغى في بداية الصناعة. أنا الآن أبغى أوريك الموضوع جدا مباشر وبدون أي تعقيد زايد، فقط حطيت لك 3 درجات بالتسلسل، وبعدين تقدر تجي إلى الفويسينج وتعدل عليه لو حبيت. يعني لاحظ هنا، وزي ما شرحنا في المقاطع السابقة بالكنترول تضغطهم وتقدر تعدل في الفويسينج على حسب الحس الموسيقي اللي أنت تبغاه. يعني أنا أنصحك دائما أنك تخلي الموضوع فيه درجة القرار دائما بيكون جميلة، لاحظ القرار والجواب، أو أنك تروح لهم واحد واحد الأمر يرجع لك. يعني أنت الآن تأكد منها، الآن بعد ما سويتهم خلينا نروح نحفظه بشكل مباشر ونبدأ نستخدمه. فنجي إلى هنا ونقول للسيف بريسيت، لاحظ عندي الميجر كورد، سميته ميجر كورد ما سميت السي لأن أنا أقدر أغير طبقته بدون ما أحتاج أن أحفظ لأكثر من سلم، وما خلينا نسميه برضو ميجر كورد واحد باعتبار أن الفويسينج شوي مختلف واحد، فهذا هو. يعني الآن أنا عندي 2، يعني لاحظ هذا، يعني أنت لو عندك خلطات مختلفة لاحظنا في الفويسينج تقدر تسويها وتحفظها وتصير عندك أشكالك اللي تحبها. أنا زي ما أنت شايف الموضوع ما أخذنا ببساطة ما عقد نفسي، لأن أنا في الفويسينج أروح أغير وقت الشغل، ولكن أنت لو حاب أنك تختار خامات مختلفة في الفويسينج وتحفظها فهذه الطريقة اللي بتفيدك. عدل على الفويسينج اللي تبغاه وروح احفظه وسميه بالاسم اللي انت تعرفه، وزي ما قلت لك احنا ميجر سكيل، فتغيير السكيل خلاص بيكون مباشر من هنا، يعني ما تحتاج تحفظه بالسكيل حقه. يعني انا هنا الان عندي هذا الميجر سي سكيل، لو ابغاه الجي سكيل لاحظ اتغير الي على طول، وهذا في مصطلح الطبقات انا غيرت الطبقة فقط. نرجع الى السي سكيل، انا ما ابغى اضيف لك اكثر من هذه المعلومه علشان تتعامل مع الموضوع ببساطه، لان كثير يقولوا لي يا استاذ حلي عطنا الامور بسهوله. يعني انا حقيقه ما ابغى اعقد عليك الموضوع، لكن الامور هذه في عالم الهندسه الصوتيه وعالم التوزيع ما في شيء سهل وصعب، في شيء انت تتعود عليه، لكن ما يمنع خليني اوريك اياها بسهوله، وانت بعدين إذا كنت مبتدئ فالموضوع يناسبك، وإذا كنت متمرس. فالآن أنا عندي هذا المقطع الصوتي، جملة أنا نسمعها. يا رب العباد أنا عبد ضعيف، يا رب العباد أنا عبد ضعيف، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي. هذه الجملة اللحنية اللي بنطبق عليها الكوردات هي من مقام النهاوند. مقام النهاوند يعني مباشرة أنا أروح إلى الـA minor كاستقرار إلى هذا اللحن. فخلينا نفتح الكورد تراك حقنا ونختار الكوردات مباشرة على اللحن بالإحساس اللي نسمعه، والكوردات ما راح تطلع من اللي اخترناها، وهذا الكورد تراك تبعي زي ما قلنا من البداية مباشرة اللحن حقي في الـA minor. يا رب العباد يا رب العباد
واحد. يا رب العباد يا عبد إلهي يعني أبدي أنا الآن أسوي ديكوراتي الموسيقية. لاحظ يعني بدي أسوي خلطات. ملاحظ ان انا معقد الموضوع في مسألة اختيار الكوردات، اللحن مباشر، الكوردات مباشرة. الان الفكرة اللي ابغى اوريك اياها هي لما انت تنزل هذه الكوردات وتتعامل معها في موضوع الفولوينج كورد، يعني بناخذ لنا خلطة من برا وبنشوف كيف الكورد تراك يتبعها. اجي الى هذا هنا واسحبه كذا، الآن خلاص صارت كورداتي هنا وما بنحتاج نشغل هذا، خلينا نطفيه ونسمع. يا رب العباد أنا عبد ضعيف، يا رب العباد أنا عبد ضعيف إلهي. الآن في شغلات هنا نشوف في الكورد والفولو، يعني عندك الكورد والسكير وعندك الكورد، وهذه أمور شفناها كثير وتعاملنا معها. هنا نجي إلى الفويسينج، يعني هذه الكوردات اللي أنت سويتها بإمكانك أنك أنت تغير تشكيلتها. يعني أنت قاعد تسمع هذا وأنت قاعد تسمع الجملة اللحنية تبعك، تقدر تجي إلى هذا وتقول voicing، وهو بيقول لك الآن follow directly. إذا كانت هذه الكوردات already متبعة الكوردات اللي عندي فأنا بختار هذا الخيار، هذه الكوردات متماشية مع هذه الكوردات فبتختار هذا الخيار، إذا كان لا لسه ما هي متماشية فبتختار هذا وبتحدد السكيل. إحنا في الخيار الأول، نلاحظ الآن تغير الفويسينج، خلينا نشوفهم بالشكل بالطريقة هذه. والآن نجي إلى خيارات الفويسينج، لاحظ بتطلع عندنا هنا خيارات، خيار البيانو والخيار الاعتيادي. لما تيجي إلى الخيار الثاني البيسك، نسمعه. يا رب العباد أنا عبد ضعيف، هو البيسك خلى درجة القرار موجودة ولكن يعني عمل لها ميوت. البيسك اللي هو ثلاث نوتات، خلنا نشوف خيار الجيتار هنا على طول، لاحظ عدل النوتات حركة أو عزفة الجيتار لأربع نوتات وهكذا. عموما يا رب العباد أنا يا رب العباد أنا عبد ضعيف. أنا ليش جيت إلى هذه الفكرة وحبيت أوضحها لك في هذا المقطع؟ لأن أنت لما تعزف الكورد بشكل بسيط زي ما إحنا سويناه وصممناه، ما يعني أن انتهى الموضوع وأنك أنت تحتاج أنك تسويه مرة ثانية. شفنا أنه أخذنا كورد من ثلاث نوتات بسيطة، لكن من خلال الخصائص اللي في الكورد فولو تراك قدرنا أن نشكلهم إلى أربع نوتات، يعني هو راح ضاف لي نوتات. ولو أنت تدخل تتعمق في هذه الخاصية راح تسهل عليك، لأن أنا أبغى أختصر عليك أنك أنت تسوي بريست مليانة
فويسينج ومليانة طبقات. نعم تقدر تسويها وتبحر بنفسك، لكن كيوبيس برضو يقول لك انت سويها بسيطة، لكن انا عندي هناك خيارات في الفويسينج في الفولو كورد تراك علشان اعطيك مجال انك تزيد هذه النوتات تبعا للآلة اللي انت قاعد تستخدمها. هنا الأخيرة from chord track، يعني هذه اللي مباشرة احنا سويناها. يا رب العباد انا عبد ضعيف، يا رب العباد. يعني هذه تحكي التشكيلة اللي عندي هنا واللي انا اساسا اخذتها من الكورد تراك. فبهذه الطريقة لاحظ احنا كيف قدرنا نتحكم اكثر في الكوردات البسيطة اللي احنا سويناها. هنا هذه السنجل فويس، يعني راح يختار فقط نوتة واحدة من هذا الكورد. هذه ليش مفيدة؟ اذا انت تبغى تعزف آلة سترينج اكثر من التراك، يعني واقعا آلة السترينج يعني مني واحد يعزف مني واحد يعزف مني واحد يعزف، يعني مو العازف حاط ايده على ثلاث نوتات وقاعد يعزف كورد كامل، لا، هذا يعزف على طبقة، هذا يعزف على طبقة، وهذا يعزف على طبقة، هم يشكلون الكورد. ففكرة مثل هذه بتنفعك انك انت تسوي ثلاثة تراكات، كل تراك تختار اليه النوتة اللي تبغاه يشتغل عليها. يعني لاحظ هو عنده أكثر من طبقة بدون ما أنت تروح تحذف النوتات مثلا وتريد ترجعهم، لأن الميزة فيه أن يعطيك إمكانية أنك أنت ترجع للبداية. لاحظ هنا سوبرانو. يا رب العباد أنا عبد ضعيف، يا رب العباد أنا عبد ضعيف إلى علينا أن نرجع off، نقول له duplicate، نقول له هذا برضو duplicate، والآن هذا نقول له single voice، هذا برضو single voice، هذا single voice، ويكون هذا tenor مثلا، هذا soprano، هذا alto. خلينا نسمعهم مع بعض. ولو أنت حبيت تغير، لو كان موجود طبعا، فزي ما شفت ان هذه الفكرة بتساعدك كثير انك انت تجزئ نوتات الكورد الى اكثر من التراك. يعني انا عملت اليوم دوبلوكيت وبعدين كل واحدة رحت جزئتها، تطمن ان كوردك ما زال سليم لكن مجزئ. والان الطريقة هذه لو حبيت ترجع الى الكورد تبعك، وهذه برضو يعني من ميزتها انك انت ما تخسر كوردات، برضو تقدر ترجع عليهم وتستخدمهم. يعني هذه الاشياء الاساسية اللي باك تركز عليها، كيف انك انت تقدر تاخذ كورداتك وتشكلهم بفكرة الفويسينج اللي موجودة في الفولوينج كورد تراك. الآن أبغى أوريك لو عندك معزوفة كورداتية كيف تخلي الكورد تبعك يعمل لها فولوينج وتكون جميلة، وبنشوف الخيارات هذه كيف تقدر برضو تساعدنا. أنا عندي هنا هذه معزوفة بيانو جاهزة، خلينا نشوفها. يعني ناعمة كلاسيكية حلوة على الجملة اللحنية اللي احنا نتكلم فيها. الآن لما أجي أختار الـ following chord، أول ما أختار هنا مثلا الـ chord، غالبا أختار الـ chord لأن الـ scale ما عندي هنا شيء في الـ scale، إنما كلها في الكوردات. لاحظ بتطلع لي هذه اللوحة مرة ثانية، وهنا قلنا إن لما تكون أساسا الكوردات هي تابعة للعلامات اللي فوق فبنختار له. الآن لا، أنا أبغى أختار هذه علشان أخليه يتبعها بشكل أدق. Analyze chord، هذه بيشوف الكورد اللي موجود وعلى أساسه بيختار الأنالايزينج حقه، لكن إحنا نعرف إن سلمنا السي ميجر، فبنختار Apply a known chord، الكورد حقي سي ميجر، نقول له اوكي بالطريقة هذه. انا اسمع الان يا رب العباد انا عبد ضعيف، يا رب العباد انا عبد
لاحظنا بما انها هي يعني تقريبا عزف الاربيجات او النوتات السيكونسينج، انا ما عندي مشكله انه راح يتبعه بشكل دقيق، لكن انا برضو شرحت في مقاطع سابقه لان كثير شرحت في الكوردات، لو كانت مثلا سستين، نوتات سستين، فضروري لازم انت تفصل يعني تجزئ النوته، هذه ما راح يكون فيها مشكله. لو كان سستين لازم انت تجز النوتة علشان هو يعرف وما راح يقص لك النوتة تبعا الى هذا. برضو انا سويت لها ماكرو هذه الفكرة، في الحالة هذه هو مشى بشكل ممتاز. الان خلينا نشوف الفويسينج حقنا وشو بيسوي لنا الى هذا العزف. لاحظ مباشرة اتغير في الشكل، وهنا اول شيء انا بختار بيانو، خلينا نشوف وشو سوى. يا رب العباد يا رب العباد أنا، يعني عطاني شكل مختلف. إلهي دائما شباب في الكوردات من تشوف كلمة voicing معناته أن الموضوع راح يكون نطاقة أوسع في الإحساس، يعني تشوف يصعد فوق ينزل تحت ويختار كوردات بشكلين مختلف، يعني كوردات ثلاث نوتات قريبا بعضها أو كوردات مثلا متفاصحة في الأكتافات. عموما هذا الآن يعني جميل برضو. نشوف البيسك مرة خلاه فاضي واجد، ما نبغى عشان الله نطوي. خلينا نشوف الجيتار مزود النوتات حقي. يا رب العباد أنا عبد ضعيف، يا رب العباد أنا عبد ضعيف إلى برضو الإحساس جميل. وهذه خلطات، أنت حط الكوردات تبعك واسمع، شكل في هذه الفويسينج وشوف وشو يطلع لك. قد تكون الجملة اللي أنت عزفتها جميلة، لكن الجملة اللي تطلع لك بعدين هي أجمل من خيارات الفويسينج، ولا تخاف أنه يرجع لك عزفتك. ولو أنت مثلا خايف استخدم فكرة التراك فيرجن، يعني هذه فكرتها حلوة، أنا أخذ التراك فيرجن وأرجع صيغة حقتي الأولية وأشوف عليها خيارات ثانية، أنا هذا اللي أقصده. خلينا نشوف السكيل وشو بيسوي، ممكن يعطينا خامة جميلة في العزف. يا رب العباد أنا عبد ضعيف، تازة حلوة واجد. يا رب العباد أنا عبد ضعيف إلى فمثل ما شفنا شباب الكورد تراك بالبساطة اللي أنا وريتك إياها هذه فيه طاقة ممتازة أنك أنت تستفيد منه. ركز في شغلك، حاول تفهم الأداة، اتعامل معها بخطوات
بسيطة دقيقة، ابدأ فيها من الصفر. لا تجي تفتح الكورد تراك وخانة وخيارات الكورد تراك وش الأمور هذه زحمة. لاحظ أنا من بداية المقطع رحت إلى الباد هذه. نعم بتقول لي أنت يا أبو رضا عارف للبرنامج، مو أنا أقول لك قاعد أساعدك أنك أنت تروح للأمور بخطوات مدروسة بسيطة بدون ما تهجم على الخاصية وتقول ما تسوي لي اللي أبغاه. لا، حط الفكرة بخطوات بسيطة وامشي عليها خطوة خطوة، صدقني راح توصل إلى نتائج جدا باهرة وموسيقية. هذا كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم. يعطيكم العافية، في أمان الله.